سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم تخلص. يسعدنا ويسعدكم أن نستضيف في هذه الحلقة الشيخ كمال ريان، رئيس مركز أمان ومستشار في مركز السلطات المحلية. السلام عليكم شيخ. أهلا أهلا أخي. موضوعنا له قديم ولا جديد، خلينا نقول منذ الأزل، منذ سيدنا آدم طبعا، أو منذ قابيل وهابيل. ولكن إحنا منعيد الكرة اليوم في مجتمعنا اللي أنا حسب رأي أنا سميته مجتمع مأزوم. مأزوم، وطبعا اسمح لي والمشاهدين يسمحوا لي أنه أنا أعبر عن رأيي، وخصوصا في هذا المجال. هل أصبحت آفة في مجتمعنا، أم هو مرض، أم أحكي لك سؤالي إليك، خلينا نعرف الموضوع. موضوع العنف المستشري في الوسط العربي، شو اللي خلينا نقول في أي في أي في أي إطار بدنا نحطه؟ موضوع العنف هو كما تفضلت هو موضوع يعني قديم، وهو دائما يتجدد، لكن حينما هذا التجدد يعلو عن المعدل العام أو عن المقدار العام فيصبح آفة، وحينما أيضا تتجدد الآفة يصبح ظاهرة، وحينما تقوى الظاهرة تصبح ثقافة. نحن في مرحلة الثقافة، وهذا أخطر من الآفة وأخطر من الظاهرة. ثقافة العنف هي ليست فقط ثقافة من يعني اتخذوا وسيلة العنف للوصول إلى أهدافهم، للأسف انتقلت هذه الظاهرة لتصبح أداة منتشرة في المجتمع العربي، حتى الناس العاديين، وأنا أسمع ذلك وأنا رأيت ذلك وأنا شاركت بحل قضايا بين الناس عاديين مثلي ومثلك، للأسف يفكرون أيضا بوسيلة العنف لحل القضايا، وهذا أخطر ما يكون. خلينا نقول إحنا وصلنا لحالة الثقافة اللي هي أصبحت هي ثقافة المجتمع اللي هي العنف، يعني اليوم الولد بتربى في المدارس على العنف، هاي خلينا نحطها جانبا نخوض فيها فيما بعد. بس حبيت أنا أعرف المواطنين أنه أنت أب ثاكل، نعم، أنت نتيجة العنف برضو فقدت ابن، نعم. لما بتسمع عن حالة قتل ترجع للذاكرة للمرحوم؟ الله يرحمه. المرحوم هو موجود في الذاكرة يعني طول 24 ساعة، ولكن كل حادثة قتل أنا يعني أستذكر أحداث ذلك اليوم المشؤوم. ونعم هو مؤلم، ولكن منذ ذلك الحين أنا اتخذت منحة آخر ألا يعني أكرس وأبكي حياتي تحت ظلال الحزن والألم والمصيبة. أنا وقفت على قبر ابني وقلت إنني أضع حقي بين يدي ربي، لكي ولا أؤمن بشيء اسمه الثأر، وأتوجه لعائلتي ولمجتمعي ولأهلي ولربي، حتى لو عرفوا من القاتل فهذا ليس شأنهم، وإنما شأن القانون، شأن القانون وشأن الدولة وشأن السلطات وشأن الشرطة. أنا وضعت حقي عند ربي وراضي بما فعلت، لكن تقصير الشرطة لغاية الآن هو فاضح لها، والقصة ليست قصة ابن. انت عرفت القاتل حد الآن لا نعرف من القاتل، ولكن هناك جهات قريبة منك عارفين القاتل. لا أعرف حقيقة من القاتل، ويهمني 700 إنسان الذين قتلوا بعد أن قتل ابني. أنت من ذلك الحين أخذت على عاتقك أنه تحارب هاي الظاهرة اللي هي صارت مثل ما تفضلت صارت ثقافة خلال هاي السنوات. والشيخ كامل ريان لم يعني ما ترك باب، ما ترك طريق، ما ترك سبيل إلا وسلكه من أجل محاربة هذه الثقافة. خلينا نركز على الثقافة، بدنا ننسى إنها آفة وننسى إنها ظاهرة. في تجاوب من قبل مؤسسات الدولة؟ سيد الكريم،
هذا الموضوع هو يعني كالبحر، كل يوم أتعرف عليه وتنكشف لي أمور أشعر بخطورته. متأسف أقول لك أنا شعرت وتحدثت وحذرت بما يحدث اليوم قبل 10 سنوات، لأن المعطيات موجودة، ولأنه خارطة الطريق للجريمة والعنف معروفة، ونحن ندفع ثمن تقصير سابق قبل 10 و15 عام أو 20 عام. ندفع ثمن التقصير، والتقصير أولا تقصير الدولة بنواحي معينة بما يشتمل كل مؤسساتها، والتقصير الذي ليس أقل عن تقصير الدولة هو تقصيرنا كقيادات في المجتمع العربي. متأسف أقول وأقولها بكل ألم، هنالك جهات في المؤسسة بدأت تشعر أنه يجب أن تتغير. كيف؟ كيف؟ يعني مثلا الشرطة الآن لو قامت أو حاولت أو اهتمت تعالج بالموضوع هذا قبل 15 عام ما وصلنا كاهتمامها اليوم، بعد أن انزلق هذه العنف إلى داخل المجتمع اليهودي وأدركت أن القضية مش ليست فقط قضية العرب، ولكن بس وإن قضية عالجت. إحنا منشوف إنه رؤساء عائلات الإجرام اليوم في المجتمع اليهودي داخل 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 السجن. فيش نقاش، الشرطة إذا أرادت أن تعالج الموضوع كل ما يتعلق في موضوع الإجرام هي تستطيع، بدليل أنها نجحت في ذلك في المجتمع يعني اليهودي. يعني كل برضو أنه من داخل، خلينا نقول المجرمون نسميهم، نسمي أيوب باسمه يعني. نعم طبعا. المجرم العربي هلأ بتعامل في داخل المجتمع اليهودي؟ طبعا. فلذلك خافوا؟ طبعا. لم تتحرك شرطة إسرائيل إلا حينما ألقت هذا الوباء، هذه الثقافة بظلالها إلى داخل المجتمع اليهودي، وقتل يهود، بدليل خذ كفر قاسم، قتل 16 شخص وتقريبا لم تتحرك الشرطة حينما قتل شميرلينغ. 24 ساعة تعرفوا عليه. صح. وهذا صح. الأمر يدل أن القضية بالنسبة لنا هي قضية مركزية، ويجب أن تصل الدولة أنها لها قضية مركزية. شيخ كامل، أنت مقتنع قناعة تامة أنه فعلا الشرطة لو بدها تصل أو بدها تفك رموز جريمة معينة في الوسط العربي عندها الإمكانات والخلية كل المعدات اللازمة لفك رموز؟ أنا دليل على ذلك أنه الجندي اللي قتل قبل أسبوع مثل ما تفضلت 48 ساعة كانوا طيب وكان ما في أي خيوط. أخي، المؤسسة التي تصل إلى الإمارات وتقتل من ترى أنه يعتدي على أمنها، وتصل إلى السودان، وتصل إلى ماليزيا، هي لا تستطيع أن تصل إلى المجرم في الطيرة والطيبة ومن الفحم وكفر كنا. هذا كلام فاضي. الموضوع يتعلق بأمرين. الأمر الأول، هل يوجد قرار سياسي من المؤسسة الإسرائيلية من الدولة أنه يجب القضاء على هذه الجريمة في المجتمع؟ لا يوجد قرار على فكرة. أوكي بس الشرطة بتدعي بتقول إنه المواطن العربي لا يتعاون معها. هذا كلام فاضي. يعني هم الناس في الإمارات ولا في ماليزيا يتعاونوا مع شرطة إسرائيل أو مع مخابرات إسرائيل حتى يصلوا إلى من يريدون أن يصلوا إليهم؟ الشرطة الموضوع موضوع موارد. حينما تضع الشرطة الموارد الكافية والمطلوبة تستطيع أن تصل بأدواتها وألياتها وإمكانياتها والموارد التي تحت يديها إلى من؟ إلى القاتل. لا أقول تصل 100%، لكن أن يصل، أن يبقى بيننا ما يقارب 400 قاتل بين كورانا، في كورانا وبين أحرار وفي الشوارع يتكلمون. هؤلاء هم يحضرون للقتل القادم والقتل القادم. طيب، حكينا احنا عن الشرطة، طبعا انت حملت الشرطة مسؤولية، ولكن برضو احنا فينا مسؤولية، احنا كمجتمع، كقياديين وكإعلاميين وكمثقفين وكأكاديميين في المجتمع العربي، هناك في مسؤولية جمي
أخذوا المسؤولية اللي ذكرت لك وياهم على كتافهم؟ أنا لا أخفي عليك، قبل ما أن يأخذ المسؤولية القيادات العربية عليهم وعلينا جميعا أن نعطي النموذج الأخلاقي القيمي الإنساني لأبنائنا ولشبابنا. متأسف أقول لك اليوم لا نجد المعلم القدوة، لا نجد الشيخ القدوة، لا نجد الإمام القدوة، لا نجد المدير القدوة، لا نجد الرئيس القدوة. هذه الجزئية بأننا أحيانا بدل ما أن نكون سبب في القضاء على الجريمة وعلى العنف أو نساهم بالقضاء على الجريمة والعنف، قسم منا هم جزء لا يتجزأ من هذه الثقافة ومن هذه من هذا الوباء. كيف فسر لي إياها؟ واضح جدا. كيف إنه جزء يعني؟ إنه هذا أحيانا مناكفات صغيرة تكون بين القيادات، وهذه المناكفات يعني تتصاعد إلى أن تصل إلى التوتر. القائد لا يعرف إنه الشاب إذا وصل إله أو هذا الكلام من عائلته أو من حزبه أو من حركته، لا يعرف إنها ممكن أن توصل إلى القتل. وأنا أحذر، وهي اللي أول مرة أقولها إنه بين القيادات برضو، وأحذر إنه إذا استمرت ثقافة المناكفات وثقافة الشرذمة والطعن والتكفير والتخوين نحن مقبلون إلى قتل سياسي في المجتمع العربي. قائد سياسي. نعم، أنا أحذر أنني أقرأ بين السطور أنه إذا استمرينا في هذا الخطاب القاسي الذي يدعو إلى التشرذم، ربما المجتمع العربي يصل إلى جريمة من دوافع سياسية. لذلك أنا أطالب كل إنسان مسؤول. مين تقصد؟ أنا بقصد كل إنسان مسؤول أن يحاسب نفسه، أن يضبط كلماته. كلمات المسؤول هي كلمات تخرج من فمه، لكن حينما تصل أذن يعني الشاب إنه بعض هي ممكن أن تتحول إلى رصاص. بعد الحوارات تحول إلى أن تؤجج الوضع القائم في الوسط العربي؟ أنا مع الحوار، يجب أن يكون حوار، يجب أن يكون انتقاد، لكن المس يعني أنت والتجريح تتهم أن هناك في قيادات، خلينا نقول أو في خلينا نقول فئة من المجتمع إنه تخرج عن سياق الحوار؟ 100% هي لا تعرف أسس الحوار وتعتمد في الأساس على التحريض. التحريض نهاية القتل. الذي يحرض ربما تكون كلماته بسيطة وربما لم يقصد بذلك، لكن الشاب المتهور الذي لا يستطيع أن يوازن الكلمات ويوازن مضامين الكلمات يمكن أن يرى بذلك فتوى للقتل. وهذه الفرصة، ولأول مرة أقول هذا الكلام، أحذر أنه يجب وقف التحريض على بعضنا البعض. طيب. يجب أن نوجه كل سهامنا لهذه الآفة، لهذه الثقافة التي غزت كورونا، بل غزت أحيائنا، بل هي تقف أمام كل بيت من بيوتنا. وبتحدى يجي واحد يقول أن بيتي محصن. لا بيت اليوم في المجتمع العربي محصن، كل بيوتنا هي مهددة. يعني ابني إن طلع لازم أتوقع كل شيء؟ طبعا، حتى لو ما طلعش يا أخي، الناس تقتل في بيوتها، الناس تقتل في المقاهي، الناس تقتل في الشوارع، الناس تقتل في المكاتب، مدير مدرسة قتل في مكتبه. فيش حاجة إنه يطلع اليوم ابنك. اليوم بسبب الظروف وبسبب التحريض وبسبب البيئة الإقليمية والقتل الذي نراه في سوريا والعراق ومصر واليمن، هذا يذوته الشاب أنه هنالك رخصة للقتل وهنالك إمكانية لأن أقوم بالوصول إلى كل من يخالفني الرأي. طيب، شو مع قتل النساء في وسطنا العربي؟ إذا موضوع القتل بشكل عام هو موضوع قاتل للمجتمع، فقتل النساء هو مضاعف. المرأة تقتل بسبب هذه الثقافة عامة، وتقطع
بطل أيضا بسبب نواحي اجتماعية يعني تنم عن تخلف معين في المجتمع. أنا أعطيك نموذج يعني، وأنا يعني أتابع كل قضية قتل، وهذا واليوم نحن أرقام عندك لقتل النساء، نعم نعم لقتل النساء للأسف، يعني كنا يوم الأيام نعد قتلى، اليوم نعد قوائم قتل، قوائم للقتل. انظر هذا كل هذا يعني هذه القوائم فقط أسماء قتلى. أخي من عام 2000 لغاية الآن قتل في المجتمع العربي على يد أبناء المجتمع العربي 1368 ضحية. تعرف كل آخر إحصائية لليوم، لليوم للدقيقة هاي، بالاسم بالرقم بالبلد بالساعة بالأداء التي قتل بها كل شخص. على كم واحد قتل على يد الشرطة؟ قتل على يد الشرطة، وهذا أمر مهم جدا. الشرطة التي من المفروض أن تحمينا من القتل وتحمينا من العنف وتحمينا من الجريمة، قتلت منا من عام 2000 لغاية الآن 58 شخص. طبعا إننا مع 13 شهيد اللي استشهدوا، طبعا مع 13 شهيد في هبة الأقصى، في هبة الأقصى. يعني 58 شخص، نحن 20% أخي حكمت قتل في المجتمع على أيدي الشرطة، على أيدي الشرطة 58 بالاسم موجودون عندنا. كم قتل في المجتمع اليهودي؟ يهودي. الذين هم 80% 10 أشخاص، 10 من العشرة 6 أثيوبيين. واو واو، يعني معلومة يعني طبعا يعني بعتقد أنه الإعلام، هل الإعلام الإسرائيلي خلينا نقول ناطق بالعبرية عنده هاي المعلومات؟ عنده هاي المعلومات؟ أنا أحكيت هذه المعلومات في الإعلام العبري. متأسف أقول لك، كما يبدو حينما يقتل العربي أو يقتل الأثيوبي لحد الآن هذا الأمر كما يبدو في سياق الأمر العادي، وهذه أرقام ومعطيات موجودة يعني للأسف. والأخطر من ذلك أخي حكمت أن هذا الصراع والجدلية ما بين الشرطة وبين القيادات العربية يجب أن يتوقف. وأقول لك لماذا؟ حينما تتهم الشرطة القيادات، هي الشرطة تريد أن تهرب من المسؤولية، وحينما تتهم القيادات الشرطة، القيادات تريد أن تهرب من المسؤولية. الأمر واضح، هنالك أمور هي في مسؤولية الشرطة 100%، إن لم تقوم بها فهي شريكة في القتل. كل ما يتعلق بالجريمة، بالسلاح، بفك لغز القتل، هذه وظيفة الشرطة، وإن لم تقوم بذلك هي شريكة في القتل. وهنالك أمور تتعلق في العنف المجتمعي، هذه ليس من وظيفة الشرطة. كل من يريد أن تقوم الشرطة بحل القضايا الأخلاقية والقيمية في مجتمعنا هو يريد أن يهرب من المسؤولية، وهو لا يريد أن يقوم بواجبه. الشرطة تنشي أبنائنا على قيمها؟ لا نقبل بذلك. هذه وظيفتنا، هذه رسالتنا، هذا الأمر الذي يجب أن نقوم به نحن، هذا لا يتعلق بالشرطة. واعلم أن كل بؤرة تبدأ بالعنف ولا تعالج في زمانها وفي توقيتها وفي ظرفها وفي المحيط اللي هي موجود فيه، هي سرعان اليوم ما تتحول إلى جريمة. بدي أرجعك لسنوات الخمسين والستينات، كانت أي مشكلة صغيرة شيخ واحد يمون على 10 بلدان، مش خمسينات والستينات، اختيار واحد أخي في الثمانينات والثمانينات والتسعينات. الأمر اليوم ابن 17 بمون بسكر بلد، اليوم ابن 17 القيادة معاه والقدوة معاه، أخي القيادة والقدوة اليوم هي ليست موجودة في الشرائح اللي تحدثت معك بهم، لا مع الرئيس للأسف، ولا مع الإمام، ولا مع الشيخ، ولا مع المدير. اليوم حينما أنا قرأت لأحد قياداتنا بقول هكذا، يقول إنه رجل الإجرام اليوم هو محصن أكثر من عضو الكنيسة. ليه؟ هذه كلمة خطيرة، هذه صحيحة لكن ممنوع تقال. لماذا؟ الشاب اليوم يبحث عن القوة، حينما نعطي شرعية لهذا المجرم أنه الأقوى وأنه المحصن، فكأننا نقول للشاب اتبع هذا المجرم ولا تتبع القيادات. يعني اليوم رجل الإجرام أصبح مثال للشباب، قدوي؟ فيش نقاش، انت مش عايش في المجتمع العربي. قلت لك حينما
يتكلم القيادة العربي ويعطي يعني بصورة غير مباشرة وهو بنوايا حسنة يقول أن هذا المجرم هو محصن أكثر من عضو الكنيسة، هذا نوع من التدليل أنك يا شاب تستطيع أن تتبع هذا المجرم، يعني وهذا أكثر ما يكون محصن من مجتمعنا ولا من مؤسسات الدولة؟ هي مش مهم، لما هو محصن يعني يستطيع أن يفعل ما يشاء، يستطيع أن يتصرف ما يشاء، بدعم من الدولة، يستطيع أن يتحرك بدعم من الدولة. أنا لا أشك بذلك. كرئيس مركز أمان أنت بتحس أنه الدولة تمول بعض عائلات الإجرام في المجتمع العربي؟ أنا لا يوجد عندي دليل لذلك. أنا أعتبر ولكن عدم قيام الدولة بقرار رسمي بالقضاء على الجريمة في المجتمع العربي هو يعتبر شراكة مباشرة في هذه الجرائم. شيخ احنا الحديث شيق جدا معك، فلذلك انا حابب اخذك من محليا اقليميا، مقارنة مجتمعنا العربي في الداخل، مقارنة مع المجتمعات العربية الاخرى اللي في حولنا، يعني ان كان في الضفة الغربية او في قطاع غزة او خلينا نقول في الاردن. حكينا قبل شوي عن معطيات اللي أنت أدهشتني فيها ويا ريت تشارك المشاهد فيها. يوم الأيام حتى الشرطة من إيمالها للأسف كانت حتى تتكاسل في جمع هذه المعلومات ولا تريد أن تظهر الكم الهائل من الضحايا في المجتمع العربي. أحد الأمور التي ركزنا عليها في مركز أمان نريد أن نعرف هل نحن ثقافتنا هي العنف؟ هل نحن فعلا جبلنا على موضوع العنف؟ واتضح من الأرقام والمعطيات لا، بدليل أنه قبل 2000 لم تكن هذه الأرقام. إذن هذه الأرقام بدأت بعد سنة 2000 لوجود السلاح ولغياب الردع ولغياب الدولة ولغياب الشرطة. أقمت نوع من الاستطلاع. أولا للمعلومة، الخط الأحمر العالمي لهذا الموضوع أنه إذا قتل فوق 40 شخص لكل مليون فهذا تجاوز الخط الأحمر. ماذا وجدنا؟ وجدنا في الضفة الغربية اللي هي تحت احتلال، في الضفة الغربية يقتل سنويا 10 أشخاص. سنويا يقتل لكل مليون اللي تعتبر حوالي 3.5 مليون. نعم 2.5 مليون. غزة اللي هي تحت الاحتلال وتحت ومليئة بالسلاح وتحت الحصار والقصف يقتل سنويا لكل مليون 11 شخص. في الأردن جنائي، احنا جنائي فقط، جنائي نتكلم، جنائي لا نتكلم أمني، نتكلم جنائي. الأردن يقتل لكل مليون 18 شخص. أوروبا يقتل لكل مليون 10. يعني وضع الأردن زي وضع أوروبا. كم يقتل في المجتمع اليهودي لكل مليون سنويا؟ يقتل 8. كم يقتل عرب في داخل فلسطين؟ 48 لكل مليون. 46. أوف. 46 شخص. يعني نحن يقتل منا سنويا بالنسبة لعدد السكان 7 أضعاف ما يقتل في المجتمع اليهودي. شو يعني تحولنا ترابورة يعني؟ أنا بتصور إذا بدنا نعمل أرقام أخي الكريم، النكبة فلسطين من عام 1947 لعام 1958 حسب الرواية الفلسطينية وليس حسب الرواية الإسرائيلية قتل 1450 شخص. نحن الآن من عام 2000 للآن قتلنا من أنفسنا 1368. يعني نحن في نكبة ثانية وأخطر من الأولى. حينما نقول 1368 حالة قتل، يعني 1368 بؤرة للقتل القادم إذا لم تعالج. شو الحل؟ الحل أولا قبل أن أتكلم عن الحل أريد أن يفهم المجتمع أن تقريبا اليوم فيش عائلة. هاي المعلومات لماذا لا تنشر؟ لا هي المعلومات نحن نقوم بنشرها يوميا في الإعلام، لكن يا هل ممكن شيخ ممكن إنه هاي تصل المدارس مثلا تدرس في المدارس؟ طبعا يجب أن تدرس، هذه وظيفة جهاز التعليم أخي. هذا موضوع. هل بدعوك على محاضرات في المدارس يا شيخ؟ نعم أنا أدعى، لكن أنا يعني أقول لك بتواضع أنا
وظيفتي ليست هي في الحلول، هذه وظيفة الدولة. البند الأول ما بين أي دولة في العالم وما بين المواطن أن تحفظ أمنه. حفظ الأمن هي وظيفة الدولة. نعم. ما في ثقة. لكن نعم. انعدمت الثقة. نعم. نعم. ما بين المواطن وما بين الشرطة. نعم. لذلك لا يكفي، لا يكفي أن نلوم الشرطة أو نلوم الدولة. يعني ننتحر؟ ما احنا عارفين المعطيات، وعارفين أن الشرطة هي شرطة ليست محايدة، وعارفين أن الشرطة، أنا كان لي حوار مع شرطي، قال لي أنا قبل أن أكون شرطي أنا يهودي. يعني يحمل الرواية اليهودية قبل أن يحمل الرسالة الشرطية، وهذا أمر خطير. هذا الأمر في إيرلندا سيطروا عليه، إنهم أخرجوا الشرطة من الصراع الطائفي أو الإثني الموجود هناك، وقالوا الشرطة وظيفتها أن تأتي بالأمن لكل المواطنين. عندنا للأسف الشرطة هي جزء لا يتجزأ من الصراع. ما هو في شرطيين عرب أخي، في شرطة، أنا في محققين يا أخي، يا أخي يا أخي، شرطيين العرب مع كل الأسف. وعندنا حكروش، أنا أريد عندنا حكروش اللي واقع حكروش يا يعني. أخي أنا أريد خدمات شرطية، لا يهمني عربي ولا يهودي ولا شركسي ولا درزي ولا يجيبوا لي من سكوتلندا، أنا بدفع له أجاره، أنا هو المفروض يعمل عندي ولا العكس إني أعمل عنده. الشرطي وظيفته أن يأتي بالأمن لابني ولابنك، وإن لم يكن في ذلك فهو شريك في الجريمة. أخي أبو معاذ، دهمنا الوقت، كلمة أخيرة بتحب توجهها للمشاهدين ولا مجتمعنا بشكل عام؟ أنا بتوجه لمجتمعي، لا يكفي أن نتكلم، ولا يكفي أن نصرخ، ولا يكفي أن نعبر عن ألمنا، كلنا متألمين. أريدكم أن يحدد كل شخص ماذا يمكن أن أقدم. أنا قررت أن أهتم في موضوع المعطيات، هذه المعطيات أقدمها لمراقب الدولة، أقدمها للجان الكنيسة، أقدمها للصحافي، لمن يريد، لكي ندرك وتكون آلية من آليات العمل. لا يكفي أن نتكلم، على كل واحد يقول ماذا يمكن أن أقدمه لأمنع الجريمة القادمة. الجريمة القادمة موجودة أمام كل بيت. من لم يعمل لإبعاد هذه الجريمة هو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هو شريك في الجريمة القادمة. طيب شكرا لك شيخ كامل. بهذا مشاهدينا الكرام نأتي لنا هذه الحلقة ببرنامج تخلص. نشكر الشيخ كامل ريان، رئيس مركز أمان ومستشار في مركز السلطات المحلية، على أمل لقائي بكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. إلى اللقاء.